قدمت الطعن ديالي للسيد هامز رؤساء. هاد اللائحة ما خصهاش اصلا يتم الترشيح ديالها. وري الطعن. ها هو الطعن ديالي. خليني نشوفوه. ها هو الطعن ديالي وانا كنقدموني بجوج. واللائحة ما خصهاش تدوز تدخل الانتخابات لان الشكل القانوني ديالها ما كاينش. شوف خليني. ها هو الشكل القانوني ما احترمش الشكل القانوني ديالها. انا على اساس ان احنا غادي يكون نائب الرابع داخل الهيكله ديال المجلس. اليوم كنجي وكنصوتوا عليه حنا كحزب وكيغدرنا وكيحيدنا باللائحه ديال النواب. بغينا نعرفوا الاسباب علاش هذا الرئيس غدار، هذا الرئيس حرام عليه من جهه الله. حنا راه ما كنشوف ما كيهموناش المناصب بحال شي وحدين بحال خرازه. حنا ما كيهمناش مناصب، عمر المناصب كله كيهمونا. سمعتي ما عمر مناصب غير الالتزام ديال هذا الراجل ما طبقوش معانا. التصويت داز في اجواء غير عادله لان ما مأكدينش من الهويه بعدا ديال الناس اللي صوتات واللي ما صوتاتش. يعني كان المجموع قال لك 139 كانوا الناس اللي تسناو وزادوا بحالاتهم. حنا ما عرفناش هاد فهمتي الطريقه، واش الطريقه هي اللي كتخاد بعين الاعتبار ولا حيت ما تاكدوش حتى من الهويه ديال الناس المصوته. يعني كان تصويت بالايدي وتسليم الاوراق كانت بعباره عنها. دونك انا بالنسبه لي تصويت بطريقه غير عادله. شكرا.